بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنتائج اللي محصلة في هذه التجربة، فجبنا النتائج من أحدى التقارير لسنوات سابقة اللي محاصيلها زملائكم في سنوات سابقة. فنشوفنا عندنا هاي جهة البيانات اللي حصلوها، هاي هي مثل جهة المين سبلاي، أو اللي يشوف المحولتين في حالة النولود، المصدر اللي يشوف المحولتين في حالة النولود. الفولتي مثل ما تلاحظون، المفروض الفولتي هنا 110، المفروض 110 هم مسجلين هاي الفولتية ثابتة، يفترض تكون ثابتة عند 110، هم مسجلين 109.7 يعني 110 تقريبا. وهذا التيار اي بي هو تيار مسحوب من جهه المصدر المين، اللي هو قلنا مثل ما قلنا هذا المصدر اللي يشوف المحولتين في حاله النو لود في جهه ال 110، فهذا التيار شوفه ايضا راح يكون ثابت ما يتغير على 0.97 تقريبا، 0.97 يبقى تيار ثابت ما يتغير، يفترض قيمته ما تتغير على طول الاختبار. وكذلك بالنسبه للقدره لهذا المصدر المين، مسحوب مصدر المين اللي هو مثل ما قلنا يشوف محولتين في حاله النو لود، هي 22 واط ثابته على امتداد التجربه. فالقدرة بهاي الحالة اللي محاولة واحدة راح تصير شنو اللي هو ايرون لوسز قلنا هي 11 واط، لانها 22 مال المحاولتين لمحاولة واحدة هي 11 واط. نجي هسه المصدر الاخر الاوكسلري سبلاي، هذا المصدر الاخر، فنشوف هنا التيار اي اس مجهز، او مرة مجهزين 0.06، لما غلقنا السويتش شوف 0.06، بعدين قدرة تساوي صفر، ثم سوينا التيار 0.16 0.2 0.3 وهكذا واحد الى ان وصلنا 2.4 اللي هو حقيقة متجاوز شوية تيار الفول لود، ماكو مشكلة محاولة تتحمل، اللي هو تيار الفول لود لجهة 220 و2 وربع. وفي كل حالة سجلنا الفولتية المجهزة وايضا القدرة المجهزة بواسطة الواط ميتر في هذه الحالة. هذه النتائج. طبعا هذا دبليو اس مثل الشورت الكوبر لوسز لمحاولتين، فده قسم على 2 حصل كوبر لوسز لمحاولة واحدة عند التيار المعين. فمثلا اذا كان فرضنا انه تيار الفول لود اعتبرناه 2.3، فانا 33 واط، اعتقد هذا رقم 33 واط، هاي 33 واط تمثل الكوبر لوسز لمحولتين. كوبر لوز عند الفول لود لمحاولة واحدة 33 تقسيم 2 اي تساوي تقريبا 16.5 واط لمحولة واحدة. هاي البيانات راح نستخدمها لحساب الافشنسي للمحولات، اي واحدة من هاتين المحولتين اللي هن ايدنتيكال. واذا عندكم اي استفسار ممكن نوضح لكم اللي تحتاجونه منا لحد يعني السبت الجاي اللي هو موعد تسليم التقرير في هذه التجربة. شكرا جزيلا لكم.